انت تعرف اسم الصحفيه دي؟ اسمها الانسه اماني. اماني ايه؟ لا باشا بصراحه ما اعرفش. يعني انا اقول لك، اسمها اماني حسنين المصري. ومنكم نستفيد يا باشا؟ واضح ان سعادتك تعرفها كويس. طبعا لازم اعرفها كويس، ما انا كمان اسمي اكرم حسنين المصري. سعادتك قصدك ان؟ ايوه قصدي ان اماني تبقى اختي. اوعى تفتح على نفسك الباب ده يا حربي، والا هتبقى فتحت على نفسك ابواب جهنم. انا مش عايزك تكلم اماني ولا تقابلها مره تانيه، لاني مش هرحمك. هنسفك من على وش الدنيا، همسح اسمك خالص من على الوجود. حط الكلمتين دول حلقه في ودنك واوعى تنساهم. مع السلامه يا حربي، مع السلامه. يلا بينا يا زين. ايه يا معلم؟ هو الظابط ده مش ناوي يجيبها معاك البر ولا ايه؟ كان عايزك في ايه؟ طلعت اخته. مين دي اللي طلعت اخته؟ أنسة أماني طلعت اخت الظابط أكرم. الصحفية؟ اخت الظابط؟ مع اني ما يبانش عليها، ما يبانش عليها. يا نهار اسود والنايل بستين نيلة. أماني اخت أكرم؟ يلا يا معلم، يلا 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 بينا من هنا. ده الخارج من هنا مولود والداخل هنا مفقود. يا عم اتحرك بقى، انت هتهنح، انا في عرضك. امشي امشي. ها يا حنفي، كل ده بتقطع تذكره؟ انا مش حنفي يا رشوان، انا عدلي عبد العال المحامي. عدلي بيه؟ انا اسف يا عدلي بيه. حصل خير؟ خير يا عدلي بيه، في حاجه؟ انا حبيت بس ابلغك ان الباشا الكبير مستنينا الليله. يا ريت تعدي عليا في المكتب الساعه 8 عشان نروح له سوا. الباشا عاوز يقابلني انا؟ طب اشمعنى انا بالذات؟ مش هيقابلك انت لوحدك، هيقابلك انت وعنتر وعزام. عايز اتكلم معاكم في اللي حصل الفتره اللي فاتت. يا عدلي بيه انا ماليش دعوه باللي حصل. اللي حصل ده ما كانش مسؤوليتي انا لوحدي، انا مش غلطان. مفيش اي مشكله يا رشوان، البضاعه وصلت واتسلمت وكل حاجه تمام. حضرتك بتقول وصلت؟ امتى وازاي؟ لما نتقابل الليله هتعرف كل حاجه. المهم ما تتاخرش، مش عايزك تقلق، كل حاجه هتبقى تمام. مفهوم يا رشوان؟ مفهوم مفهوم يا عدلي بيه. 8 بالظبط هكون عند حضرتك. مع السلامه. يا فندي اموت واعرف ايه اللي حصل ليله امبارح. الحمد لله على السلامه يا حربي. الحمد لله على السلامه يا زين. يا لهوي، ايه اللي مبهدلكم كده وكل ده تاخير؟ عملت ايه مع صلاح امبارح بالليل؟ عيب عليك يا حربي، سلمنا الامانه زي ما انت قلت. عفارم عليك يا ده بركه. على فكره صحيح، الجدع اللي اسمه صلاح ده عايزك تكلمه اول ما ترجع. ودنيا، دنيا جت سألت عليك النهارده الصبح. دنيا؟ اه. شمال؟ اللي صح كده تخرجوا من سواد الليل، ما ترجعوش الا دلوقتي. قلقتوني عليك، حصل ايه؟ وبعدين فين العربيه؟ العربيه تعيش انت يا معلم، واحنا لولا ستر ربنا ما كنتوش هتشوفونا تاني. احنا؟ ده احنا اتكتب لنا عمر جديد. ليه يا ستي يا رب، حصل ايه؟ تحكي انت ولا احكي انا؟ نحكي احنا الاثنين. بعد اذنك. اهلا يا انسه اماني.
من زمان ما شفتكيش. قصدي يعني من زمان ما جيتلناش الاسم. معلش كنت مشغوله شويه الفتره اللي فاتت. قولي اكرم فوق في مكتبه؟ في مكتبه، بس معاه اتنين بيحقق معاهم، كانوا حاولوا يسرقوا عربيه من قدام الاسم. عربيه من قدام الاسم؟ هي حصلت لحد كده؟ اللي يعيش ما يشوف. طب قولي ايه اللي حصل الايام اللي فاتت؟ حصل حاجات كتير، بس اهم حاجه حصلت ليله امبارح. ايه اللي حصل ليله امبارح؟ قضيه شروع في قتل، بس لحقناها على اخر لحظه. هي دي فعلا القضيه اللي تستاهل انك تكتبي عنها. طب بالراحه بقى وبالتفصيل احكي لي ايه اللي حصل. قوي قوي ده، انا ارجوكي بس ممكن يبقى في مكتبي عشان نبقى على راحتنا. ماشي. اتفضلي 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 يا نسمة. هاي احكي لي بالتفصيل ايه اللي حصل. فاكره الجدع اللي استنى استنى ها يلا قول. الجدع البلطجي اللي اسمه أباضايا ده. فاكراه. مش ده الجدع اللي كان متهم في قضيه قتل عم رزق؟ مظبوط، كويس انك لسه فاكراه. ها بحاول يقتل مين بقى المره دي؟ الجدع اللي انت كتبت عنه ده اللي هو اسمه حربي وصاحبه زين. حربي؟ مالك يا نسا اماني اتخضيتي كده ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. طيب حربي وزين حصل لهم حاجه؟ لا لا لحقناهم قبل ما يحصل اي حاجه. طيب هما فين دلوقتي؟ قبضايا ورجالته محبوسين تحت ذمه القضيه. طيب وحربي؟ حربي افرجنا عنه النهارده الصبح، هو وصاحبه زين، بعد ما النيابه خدت اقاله. انا اسفه يا رب مضطره امشي دلوقتي حالا. بعد اذنك. وبعدين يا سيدي بس ما تسمعوش يا رجاله، العسل ده كله هيتلم، محدش يتضايق خالص. يعني احنا قاعدين هنا في قلب مارينا، اللي شفنا كده يقول في بلطين نفسها. هنضرب سمك، استاكوزا، جمبري، كل لحمه الراس دي. ابا ضايع على نفسه مش علينا. وبعدين هو حاططكم في دماغه ليه؟ مش عايز يشيلكم. يعمل له قفله بقى ويلم نفسه احسن له. هو قبضايا طول عمره رخيص وهيموت وهو برضه رخيص. النهارده انا في النيابه ما ارتحتش غير لما عرفت انه هيلبس البدله الزرقاء. حسيت وقتها اني اخدت بطاري بالسنين اللي قضيتها في السجن بسببه. ادفع نص عمري واشوفه كده وهو في السجن بيتدنجل بالبدله الزرقاء. طب معقوله خدي نفسك بحاجه يا صاحبي؟ انت حبيبه زين ليك عليا اول زياره، اخدك ونروح نزوره في السجن. لا بس وحياه ابوك يا شيخ، ناخد له معانا برضه عشان الواجب شويه عيش وحلاوه. ولا يستاهل الحلاوه لعلمك، كبير وعيش وجبنه. وجبنة قديمة كمان. بس قلقتني عليك. ألف حمد لله على سلامتك. تسلمي لي يا ست الستات. طب إيه؟ إحنا مش هناكل لقمة ولا إيه؟ ده إحنا من إمبارح ما دوناش النوم ولا الأكل. زين عنده حق. روح ريح كده كلك لقمة. وأول ما تصحى كلمني. بإذن يا ست الكل. سلامة ست المعلمين. مع السلامة.